في أعمال كده مهما عدى عليها الوقت هتفضل محفورة في أذهاننا، ومهما عدى عليها الوقت هتفضل أيقونة وهتفضل أسطورة. يعني إحنا النهاردة نيلي أو شريهان هم أساطير الفن المصري والعربي في الحقيقة، وزي ما شفنا في التقرير فارس الكلمات وفنان وكاتب عظيم، قدم أعمال كتيرة جدا ليها قيمة فنية كبيرة مستمرة لحد النهاردة، لدرجة إن إحنا شفنا في طريق الكباش تم الاستعانة بأحد أعماله كمان. معانا عبر الزوم الأستاذة غادة عبد السلام أمين، ابنة الفنان الراحل الكبير. بنرحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير بسنت، صباح الخير أحمد، صباح الخير كل، عايز أقول بقى كل زملائي من فريق الإعداد والإخراج والتصوير وكل الاستوديو المنور بيكم. صباح الخير ده بيتك التاني طبعا، بيتي الأولاني والتاني والتالت. يعني بالظبط يا أحمد، وعايز أقول لكم برافو جدا جدا على التقرير الهايل. ثانك يو، يعني عايزه ابوس بوسه كبيره لاعداد التقرير وللتعليق الصوتي على التقرير وتقديمك يا بسام، هايلين وبشكركم يعني جدا. ده اقل حاجه يا غاده، يعني احنا اعمال والدك الله يرحمه، احنا يعني يمكن انا من جيل بعد شويه الفوازير، لكن انا اتفرجت عليها، اهلي صمموا ان احنا نتفرج عليها كلنا. الاعمال لسه انا من جيل الفوازير بقى. الاعمال محفوره في الحقيقه من كل حاجه، يعني كل حاجه فيها كانت اسطوره حقيقيه، ورغم وفاه الكاتب والفنان الراحل الكبير يعني من 21 سنه، لكن اعماله لسه موجوده لغايه النهارده. يعني احنا شفنا الاستعانه باعماله في احتفاليه الكباش. احساسكم كان ايه لما شفتوا المشهد ده؟ أنا الحقيقة كنت عارفة، اتخضيت في الأول وكنت سعيدة جدا، كانت مفاجأة جميلة إنه كان قبل طريق الكباش يا بسنت كان في حفل تخرج الكلية الحربية. صحيح. الدفعة العام الماضي السنة اللي فاتت، وإحنا بنتفرج كلنا على الدفعة دي، لأن أنت عارفة بصرف النظر أنت عندك ابن أو أخ أو حد في الكليات دي، إحنا بنحس إن كلهم ولادنا، إحنا مكملين ملناش حد في الكليات الحربية، بس بنتابع. فوجئت إن الفرقة العسكرية كلها بالكورال كتبت الغنوة أحلى بلاد الدنيا بلادي يا بلادي، الأعياد فرحة أولادي يا ولادي، ونخلها العالي أجدادي، هي الحلم وهي العلم، هي القوة حرب وسلم، هي حياتنا وانتصاراتنا، هي الفكر وهي العلم، ولا بنخاصم ولا بنعادي غير اللي بيطمع في بلادي وأحلى بلاد الدنيا مصر. أحلى بلاد الدنيا مصر، أكيد. أنا عاوز أقول لك الكلمات دي والله والله أشعرتني وحضرتك بتقوليها. وأنا كمان، وأنا كمان والله. يعني أنت بس قلتي حاجة كده يا غادة، إن اتفاجئتوا أول ما شفتوا يعني طريق الكباش، هل كان عندكم علم أصلا اللي هيتم استعانة بأحد أعماله، ولا اتفاجئتوا زيكم زينا؟ لا، اتفاجئت انها كانت في الحفله في الكليه الحربيه، وبعد كده في طريق الكباش فوجئت ان حتى عنوان، يعني انت لو فتحت حضرتك حتى على اليوتيوب تلاقي اتنين احلى بلاد الدنيا بلادي، طريق الكباش والاوبريت الاصلي اللي من 15 سنه او صحيح. اكتر، فده لانه ببساطه شديده وطني وكلمات معاصره. بالظبط، هي هو بيتكلم بلسان حال كل مواطن مصري بيحب بلده. صحيح. فبتلاقي عبر الأجيال أول ما الودن بتدور على معنى بتلاقيه. والمفارقة العجيبة بقى إن أحمد الموجي ابن غنوة الموجي حفيد محمد الموجي، محمد الموجي هو اللي ملحن الاستعراض، ما يعرفش إن دي كلمات جده. عبد السلام أمين، أحمد الموجي الموسيقار اللي لحن لطريق الكباش. طيب غدا، يعني بجانب الاعمال الفنيه الكتيره بقى اللي كلها عايشه وسطنا النهارده زي ما قلتي، رغم مرور يعني سنوات وسنوات عليها، كمان كان في دواوين تم تاليفها، يعني كلمينا عن الدواوين دي. هو بابا عشان بيكتب من هو يمكن عنده 16 17 18 سنه، فكان بيدون فعلا كل فكرة. وكان ملحق ثقافي بايطاليا صح؟ لفتره من الفترات. لكن احنا كلنا عندنا
عارف الهوم سيكنس حرفيا، واحنا ما نقدرش نعيش بره مصر ابدا. فكان دايما يكتب عن مصر، عن حب الوطن، المزيج والخليط بين ثقافته الادبيه وبين ثقافته الدينيه وبين دوره في وطنه كمحارب على مدى فترات طويله في سنوات كثيره من الحرب. المزيج ده اختلط جواه وتلاقيه بيخرج دايما كل معنى وكل كلمه ممزوجة بمعنى الوطنية والروحانية وفي نفس الوقت خفة الدم بقى الجميلة بتاع كل مواطن مصري. فكتب دواوين كتير، موال لست الصبايا، وكتب أعمال سجلناله وأعمال وكتب عن كل أعماله الإذاعية والتلفزيونية، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، سلسلة الخلفاء الراشدين، سلسلة قولي العزم. عارفة غدا أنا جنبي بسنت طماعة هتقولك لو تفتكرين حاجة قوليها لنا من الدواوين دي. هفتكر لك. طيب انا هفتكر لك بقى حته الدين غنوة انا اشعرت لما قريتها وشفتها بعد وفاته. هو كتبها وهو في حرب 48، تمام؟ كتب بما انه جندي، تمام؟ كتب بغني لك وانا عطشان، الاقي قلبي فرحان ومتندي، بغني لك وانا حران، الاقي الشمس دارت حرها عني، بغنيلك وانا في خندقي سهران، انا والضلمه والاشباح والافكار، وسامع دبه النمله وحفيف الاشجار، الاقي في قلبي عزم الوف وقوه جيش، عشان عارف بموتي هعيش في اولادي واحفادي واجيال طالعه في بلادي طلوع الشمس في الوادي، وبغني لك يا بلادي وانا فوق الجبل صاحي وانا ايدي على سلاحي واغني لك. الله الله يا غدا على الكلمات والله على ادائك حتى فظيعه لانها من جواكي تحسي ان هو فعلا مر بالتجربه. عارفه الاغاني دي بتحسسنا احنا فعلا بالوطنيه، وعارفه احساس البلونجينج كده، او ان انت يعني الانتماء ده حقيقي. بلدك غدا عايزه اسالك سريعا جدا، اقرب الاعمال لقلبك ولقلبه؟ اي عمل فيه كلمه مصر يا بسنت عايزه اقول لك هي اقرب عمل لقلبي وقلبه، يعني ابويا. لكن اكيد في حاجه عندك يعني مميزه انت شايفاها مميزه. هو في ياسينا جينا وعدينا كوبري الفردان والميه تجري على ايدينا تروي العطشان، لعمل على شط كمينة وابني مدينة وعمل لي دار جوه جنينة 20 فدان، وياسينا جينا وعدينا كوبري الفردان كان بيتنبأ لسينا بالتحرر وإنها تبقى خضرة. وعلى فكرة دي من ألحان عمي الموسيقار حلمي أمين، وطبعا محمد الموجي يبقى طبعا جوز عمتي وابن عم بابا. فكان كل عيلة فنية بامتياز، يعني ما فيش كلام على كده، عيلة فنية بامتياز، عيلة وطنية كمان. يعني الأستاذة غادة عبد السلام أمين ابنة الكاتب والشاعر عبد السلام أمين، بنشكرك جدا على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. بشكركم جدا جدا، كنتوا هايلين، أشكركم جدا جدا. نشكرك يا غادة يعني، وبنتمنى نشوفك يمكن أكتر معانا في صباح الخير يا مصر في الحلقات الجاية إن شاء الله.